نقش من مقبرة آمون إم إنت بغرب طيبة. يصور المتوفى آمون إم إنت يقوم بالتبخير والتطهير للملك المؤله من حتب الثاني نب حبت رع والملكة أحمس نفرتاري والمعبودة حتحور المصورة في هيئة بقرة وهي تخرج من جبال الغرب. النقش يوضح الملوك الذين كان يتم تأليههم في غرب طيبة بعد مماتهم، ومنهم أمن حتب الثاني وأمن حتب الأول ووالدته أحمس نفرتاري الأسرة الثامنة عشرة.